أنا حقيقة لا أهتم بكرة القدم. لماذا لا أهتم بها؟ لأني أنا عادة أهتم بما لا يهتم به الناس. أريد أن نكمل النواقص، أريد أن نذكر بالأمور المنسيات، أريد أن ننبه عما غفل عنه الناس، أن نعلم الناس ما يجهلونه. أما الأشياء التي يهتم بها الناس أكثر من اللازم فلا لا داعي. الناس مهتمين بالكرة، مش محتاجين إن أنا أدخل في هذا الموضوع، مهتمين أكثر من اللازم، هذا يعني ما لا يشك فيه أحد. ولكني جلست بالأمس أرى يعني ما يراه أهل قطر منتظرين نتيجة الفيفا دي، اسمها الفيفا. فجلست الحقيقة حتى وصلت إلى إن قطر بتتنافس مع أمريكا، فأخذتني الحمية وقلت ربنا سقط أمريكا وينجح قطر. وفعلا يعني سقطت أمريكا ونجحت قطر، الحمد لله. لأول مرة ننتصر على أمريكا في شيء من الأشياء. وزاد حميتي تصريح أوباما. أوباما جاء بعدها بالقليل وصرح تصريحا في غاية السوء، قال إن قرار الفيفا هو قرار سيء وقرار خاطئ. يعني وهذا يدل على سوء سياسة هذا الرجل، نتدخل في أمر يأتي بالتصويت وبالانتخاب. وليس معقولا إن قطر حتشتري البلاد وأمريكا ما تقدرش تشتريهم يعني. فعلق تعليقا سيئا يدل على أن أمريكا تريد أن تحتكر كل شيء. هؤلاء الناس مستكبرون في الأرض، يستكثرون علينا أي شيء، يريدون أن يحتكروا السياسة ويحتكروا الاقتصاد ويحتكروا السلاح ويحتكروا الكرة والرياضة ويحتكروا كل شيء ولا يتركون لنا شيئا. كأننا لسنا جزءا من هذا العالم، كأن هذا الشرق الأوسط الذي منه نبتت الحضارات ومنه هبطت الرسالات، رسالة موسى وعيسى ومحمد جاءت من الشرق الأوسط، والحضارات الكبرى جاءت من هذا الشرق قبل حضارة اليونان والرومان. هم يحتكروننا ويحتكرون كل شيء دوننا. فإذا فزنا بشيء قالوا إن هذا سيء وإن هذا خاطئ.